السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، عساكم طيبين يا رب العالمين. كيفكم وكيف صحتكم وإيش أخباركم؟ طمنوني عليكم يا عزاب يا حبايبي. طبعا سويت لكم إحصائية ولقيت إنه كلكم طالبين قراءة الفنجان. خلينا نشوف نعرف مواصفات الشريك، حالك وأحوالك وإيش اللي قادم في طريقك. قراءة عامة وطاقة مفتوحة صالحة لكل زمان ومكان إن شاء الله. ستختار بحسب الحرف الأول من اسمك أو بحسب يعني طبعا لون المجموعة أو لون الشمال. أوكي، كقراءة أولى تركز أول شيء، أنت تركز يعني إيش تبغى تختار، تمام، بالحروف ولا باللون. وكقراءة أولى ستكون الشمع الأصفر، وكقراءة ثانية ستكون الشمع الوردي، وكل الحروف موجودة وتوقيت القراءة في صندوق الوصف أو في أول التعليق. اللي أول مرة يشاهد هذا الفيديو أو اللي أول مرة تدخل قناتي، لا تنسى أنك تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. خلينا نبدأ بالقراءة رقم واحد، خلينا نتوكل على الله ونشوف إيش عندكم. طبعا يا أصحاب المجموعة رقم واحد، لا تنسوا أنكم إذا أول مرة طبعا تشاهد هذا الفيديو أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالقراءة رقم واحد. خلينا نشوف إيش طالة معاكم. أوكي طيب، أصحاب المجموعة رقم واحد، في عندكم بعض الأشياء اللي ملخبطة، يعني للعزاب هنا وللعازبات عندكم أشياء متلخبطة مش عارفة يعني، أو قرارات مؤجلة، وفي عندك أشياء قاعدة تتأجل بطريقة مو طبيعية. يعني يمكن البعض منكم هنا بتعرض لطاقات سلبية، لعين، لحسد، لسحر، لبعض التعطيلات، محتاج أنكم تفكونها أو محتاج أنكم تنظفون طاقتكم فيها. كل اللي داير حواليكم هنا، شوفوا كل اللي داير حواليكم هنا، في تأجيلات كثيرة عندكم. أوكي، في تأجيلات كثيرة بصراحة، يمكن جاوكم عروض كثيرة، تقدم لكم أشخاص كثيرة بس ما كان عم يتم الموضوع، وهذا بسبب التعطيلات اللي عندك. تمام، إذا كان عندك شيء معرقلك أو حاجة فيبغالك أنك تتعالج أو يبغالك أنك تنظف الطاقة هذه السلبية. مع الأسف أصحاب المجموعة رقم واحد، يمكن حتى التأجيلات اللي صايرة معاك بسبب هذه الطاقة السلبية. تمام، يعني للناس أصحاب المجموعة الأولى، إذا عندكم هذا الشيء ومتأكدين من هذا الشيء، فأنا أنصحكم منكم تدخلون في حصص استشفائية علاجية. ولمن يريد التواصل معنا يمكنك طلب رقم الواتساب إن شاء الله، وتقول لنا عن حالتك وإن شاء الله بإذن الله نساعدك يعني في الموضوع. طيب هنا بقطع النظر عن الطاقة السلبية اللي عندك، أنت محتاج أنك تدخل يعني في علاقة عاطفية، محتاج أنك تطلع من ضغط المجتمع. شايفة عندك الكثير من بصراحة يعني هنا نقول زي التستس هنا، حيات أوكي وعقارب يراقبونك مش فاكين عليك. شوفي هنا كلها هذولا كلهم في يعني من عائلتك، منك فيك يا مجموعة رقم واحد، منك فيك عندك ناس تحاول انها يعني تراقبك، تعرف انت ايش مسوي ايش انت مو مسوي، احتمالية انك متعرض حتى لسحر من هذول الاقارب. طبعا الاقارب عقارب على قولتهم. تعطيلات كثيرة بصراحة، تعطيلات كثيرة مجموعة رقم واحد والله العظيم. يعني حتى لو انا بعطيك الان مواصفات شريكك المستقبلي بعطيك، لكن كذلك حتى من تتعالج تتيسر الأمور. حتى لو بيجيك الشخص اللي أنا بعطيك إياه ما يقدر إنك توصل معاه بسبب التعطيلات الموجودة عندك. طيب أفاعي وعقارب، عندك الكثير من العقارب والأفاعي، وعندك الكثير من الناس اللي مراقبة في حياتك بشكل مو طبيعي. إذا بتسوي شيء حتى بسيط سبحان الله يتكلمون عليك. تسوي شيء مثلا تشتري سيارة، تشتري شيء قليل كثير غالي رخيص، يتكلمون عليك مش فاكين يعني. شوفي اسمك على لسان هذول الناس وانتي تعرفيهم، لأنهم هم من أهلك وناسك ومن أقاربك ومن زملائك ومن زميلاتك ومن يعني من مجتمعك ومحيطك. بكل صراحة يعني صاحبة المجموعة رقم واحد ما يجيك الأذى من الناس، لكن يجيك الأذى من الأقارب مع الأسف. بعيد صراحة ما يأذيكي، لكن القريب هو الحقود. هنا
عندك علاقتين طلعوا يعني ما تم معاهم النصيب صراحة، كانت علاقة رسمية، واحدة كانت العلاقة تم فيها خطوبة أو كان شيء رسمي في بداية الموضوع لكن ما تم الأمر. إحنا هذا كله بصراحة أنا لما يطلع لي في الفنجان ما أقدر إن ما أقوله لك صراحة، يعني شوفي فنجانك ينطق من حاله، فنجانك ينطق من حاله، قاعد يتكلم، قاعد يقول أنا معلش أنا حياتي متوقفة، شوفي في ستوب بحياتك، في بريك طويل في حياتك، جالسة تنتظرين شريك الحياة اللي فعلا فعلا تقولي لازم واحد يبرد لي على قلبي يا أم سكت، معلش تراني أنا مرة متضايقة. طيب معاكي حق حبيبتي، تشعرين بالوحدة والألم والانتظارات، وحتى معاكي أو عندك نقول إحنا أشخاص كثيرة، بس تحسي نفسك ما لقيتي الشخص المناسب، أوكي؟ يعني حتى لو يتقدموا لك أشخاص كثيرة أو يتكلمون أو يحاولوا إنهم يتقربون ويتوددون، تحسي نفسك لا مش هذا اللي أنا أبغاه. يعني هنا حبيبتي جونك العروض المو كويسة، ما جاتك الفرصة الحلوة. طيب هنا خلينا نشوف كمواصفات. والله شوفي يا حبيبتي، جايك شخص طويل القامة، بسم الله ما شاء الله في الطول، شوفي طويل القامة، طويل القامة هنا، أوكي، أبيض، أبيض البشرة، مو أسمر الحمد لله، يعني مش مناسب لك، أوكي، يعني يمكن إنه حنطي، حنطي او ابيض البشره فقط، هذا اللي طلع معي، الاسمر ما بان عندي هنا، هذا لون البشره. بالنسبه كعمر في تقريبا هنا واحد يمكن يا اما فارق العمر 4 شهور او 4 سنوات او 14 سنه حبيبتي، اوكي هذا الفارق في العمر. شوفي الانسان هذا تتعرفين عليه من نفسك، وراح تشوفي ما أدري موقع تعارف، زميلك في العمل، شافك من بعيد، معجب سري، مهما كانت مهما كانت، هو اللي جايك ودق بابكم، هو اللي جايك ودق بابكم، هو اللي راح يتكلم، هو اللي راح يقول إنه أنا معجب فيكي أو إنه أنا أبغاكي إنك تكونين زوجة لي. فأنا هنا إيش الخوف؟ الخوف انه يجيكي هذا الشخص ويتقدم لك بس العوارض اللي عندك تخليه يطلع من حياتك. عشان كده للناس اللي تحس نفسها انها فعلا مو اوكي وانه الجو عندها مكهرب في حياتها، انصحك انك تدخلين في مراحل علاجية، وان شاء الله بالنسبة للمجموعة رقم 1 بسوي لكم تقريبا 30% تخفيض على الاعمال الروحانية كلها ان شاء الله. طيب هنا اللي بقوله لكم الان، جايك هذا الشخص طويل القامة، أوكي، هنا هذا الشخص حبيبتي سبق له الارتباط، للأمانة سبق له الارتباط، إما مطلق، إما عنده وحدة، إما كان خاطب، إما فهمتي؟ في عنده انتكاسة عاطفية، يمكن إنه هو بعد متعرض لصدمة عاطفية، لأنه هنا كان على أبواب زواج أو كان متزوج، ولكن الحمد لله بدون عيال عنده، يعني شوفي انفصاله من هذه المرأة أو الحرمة اللي كان معاها، الحمد لله انفصال خفيف، بدون عيال وبدون أطفال وبدون مسؤوليات. المسؤوليات عنده هو عائلته، أمه تعبانة مريضة، أبوه تعبان مريض، مسؤول على عائلة، مسؤول على أخواته. شوفي تراه إنسان كويس ومحترم، والله العظيم ابن أصول يخاف رب العالمين بإذن الله. الشخص هذا يبغى استقرار ويبغى حياة مستقرة، حياة جميلة، يبغى كل شيء حلو، ما عليكي، جايك من الباب الكبير، يمكن أنه رح ينعجب فيكي، رح يشوفك في طريقك وانت رايحة للعمل، رايحة للمال، داخل الكافي، في شيء كده رح يخلي هذا الشخص ينجذب لك بطريقة مو طبيعية، يمكن على السوشيال ميديا، يمكن على البوست، تويتر، سناب، ما أدري وش أنت قاعدة تشوفي ولا تنزلي ولا إيش تسوين. الشخص هذا راح ينجذب لك على العموم، وتكون بإذن الله بداية مبهرة، خلينا نقول في فبراير مارش زي كذا، هذول الأشهر القريبة اللي طالعين لي الصراحة حبيبتي. الشخص هذا
بعطيكي مواصفاتها الشكلية، يمكن إنه شوي كذا عنده لحية خفيفة، بصراحة مرة جميل يعني، حتى في شوفي متناسق القوام أو طول القامة مع الوزن، يعني بسم الله ما شاء الله كل شيء فيه كويس. شغله شغله يعني بصراحة فيه كاريزما وفيه نفوذ، يمكن شغله يكون شغل إداري، شغل بنكي، شغل تجاري إداري زي كذا، أوكي يعني شغله مرة كويس صراحة، وعنده نفوذ وعنده كاريزما، أو شغل مكتبي يعني، فهمت يعني في أمور بزنس بس شغله مكتبي، أو يمكن يشتغل شغلتين. الشخص هذا بسم الله ما شاء الله ظروفه المادية طيبة جدا، يحاول إنه يعني يقول إحنا يعوضك على أشياء عشتيها في السابق، أو تعب عشتيه في السابق، أو ظروف مادية صعبة عشتيها في السابق زي كده عرفتي، أو يحاول إنه يعوضك من خلال إنه يكون سندك ودعمك والحضن الحنون اللي تحطين راسك فيه، أوكي، أو يعني تختبئين في حضنه، فهذا شخص رح يكون مرة كويس سبحان الله. هنا اللي طالع معاي انه بصراحة في وجه عبوس هنا، ما يريدك انك تنجحي، ما يريدك انك تستقري، ما يريدك انك تفرحي، وهذه انسانة لئيمة، مرأة كبيرة سن وعندها يمكن بنات كثيرة وراها، اوكي، هذه مرأة عبوسة قاعدة تراقبك. شوفي العيون هنا، شوفي بطريقة يعني فيها شماتة، انك ما تزوجتي، انك ما تيسرت امورك، انك، وترى تعرف لانه هي سببت لك هذا الشيء، سببت لك هذه الطاقة السلبية، سببت لك هذا العارض، سببت لك هذا التعطيل، أوكي، وتعرف إنك معطلة على الأزواج، وتعرف إنك معطلة على الزواج والاستقرار العاطفي، تعرف لأن هي سببت لك هذا الشيء بعينها، بحسدها، بكلامها، بنميمتها، بسحرها، ما أعرف وش سوت لك. إن شاء الله بأسوي لكم بإذن الله قراءة بخصوص إيش نوع التعطيل اللي عندك، إذا عندك تعطيل، وإذا ما طلع لي عندك تعطيل ما عندك، أوكي. هنا الشخص هذا بقول لك شيء مبشر، إنه حتى إذا تزوجتي وهو كان من نفس جنسيتك أو كان من نفس محيطك، بإذن الله راح يكون عندكم سفر خارج البلد، أوكي، أو إذا إنه هذا الشخص راح يكون من بلد أخرى فراح يسفرك على بلدها الأصلي. في كل الأحوال زواجك بيتم سنة 2023، ولا يوجد عندك استقرار في بلدك، يوجد استقرار في بلد ذلك الشخص. إذا هو قلت لك مثلا أنت جزائرية وهو جزائري، لكن هو راح تجيه عرض أو فرصة عمل خارج البلد، يمكن أنه يروح لفرنسا، فهمتي كيف؟ زي كذا عرفتي؟ فما تخافي، أمورك طيبة واستقرارك المادي رح يكون حلو. على فكرة زواجك هذا رح يبعدك عن العيون كلها، أوكي، رح ترتاحي من كثرة العيون وكثرة الضغط وكثرة الناس اللي مركزة معاك وكثرة الناس اللي أكلتك بالكلام وأكلتك بالمراقبة، يعني سبحان الله رح يجيكي هذا الشخص كأنه ضمادة على الجروح، رح يحاول إنه فعلا يطلعك من هذا المحيط أو من هذه البيئة التعبانة بصراحة، بيئة كلها مراقبات وكلها كلمات وكلها، يعني إيش هذا يعني بصراحة. الله يعينكم يا أصحاب المجموعة الأولى، والله يخفف نصيبكم وخليكم تطلعون ترتاحون من هذول الناس اللي مسكين وجهكم صراحة. الشخص هذا أنفه طويل، فم متوسط، عيونه حلوة، عيونه بنية بصراحة، إيش بقول لك يعني، هنا الرموش كثيفة، حواجبه كثيفة، شعره كثيف ما شاء الله، حلو ترى فخم الولد هذا، عنده لحية حلوة بصراحة يعني محترمة، إنسان ذوق، يلبس لبس محترم بصراحة، أنيق، ملتزم في صلاته، من النوع اللي كده يحسن الكلام، ملتزم دينيا، يعني ما مش معناته متطوع أو مطوع أو مطوع زي كذا يقولون، مو مطوع أو متشدد دينيا، لا، بس إنسان ملتزم، يعني إنسان يعيش حياته ويعمل لآخرته، وهذا شيء مرة كويس، أوكي. فالله يكتب لكم الخير أصحاب المجموعة الأولى، عندكم شوفوا في قعر الفنجان، شوفوا كيف المراقبات، بالله شوفوا، شوفوا العيون، هذه العين وهذه 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 وهذه، كلها عيون تراقبكم، كلها عيون تتكلم عليكم، كلها عيون نميمة وحسد وبغض وحسد، لكن يا عمري بتفتكين منهم إن شاء الله. عندكم شهر فبراير وشهر مارش خير والبركة، وعندكم بإذن الله حبايب القلب، على طبعا على شو اسمه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بداية من شهر 7-8 كذا تبتدي موضوع الزواج،
تدخلين في مراحل الزواج. بداية شهر 7 نشوفك يعني قاعدة تستعدين أو تتجهزين كأجمل عروسة إن شاء الله، وكأجمل بنت حلوة بتتزوج. أوكي، فأقول لك بإذن الله السعادة توصلك، السعادة بتعيشيها، كل شيء كان تأخر عليك أو كل العروض اللي جتك وراحت هذه ما هي نصيبك، هذه ما هي لك. أوكي، لكن الشيء الشخص القادم أو الشيء القادم هو نصيبك بإذن الله السميع العليم. يعني مثلا في ناس كثيرة تقول لي أنا أتابعك من فترة، حتى لو تابعتيني من فترة وتقول لي مثلا أنت تعطيني مواصفات، يجيني الشخص هذاك فعلا بس يروح. معلش حبيبتي، يمكن أنه عندك أنت طاقة سلبية مسيطرة عليكي، يمكن أنه الشخص هذا صح أنه تقدم لك، والطاقة مثلا أنا نزلت فيديو 2022 تقدم لك ذاك الشخص بالمواصفات اللي أنا ذكرت لك إياها، ما ذكرت لك عندك زواج، ممكن قلت لك حب، جاكي هذاك الشخص وصار بينكم علاقة حب وكذا وكذا، لكن ما جاكي زواج، صح ولا لا؟ الآن أنا بقول لك وأبشرك أنه عندك زواج إن شاء الله في سنة 2023، واستقرار جميل جدا، الشخص هذا إنسان كويس، بيته مستقل، ظروفه طيبة، أهله بسم الله ما شاء الله كويسين، ترى إنسان مسؤول وحنون على عائلته، فهل تتوقعي أنه ما يحن عليك كأخت وكبنت وكزوجة؟ طبعا لا، فراح يكون إنسان محترم. فالله يكتب لك الخير إن شاء الله يا حبيبة القلب، الله يسعدك وين ما تكونين. كانت هذه القراءة رقم 1. طبعا خلينا ناخذ ونشوف إيش الأبراج اللي مبينة عندي هنا، إيش الأبراج اللي ممكن تطلع. أصبري أصبري، وشوفي هنا عندك كل شيء متأني. طيب خلينا نشوف إيش الأبراج اللي مبينة عندي في هذه الطاقة، يعني الشخص هذا إيش راح يكون برجه. راح يكون كريم جدا جدا جدا، الشخص هذا كريم جدا جدا، معطاء جدا، حالم. شوفي سبحان الله، هذا الحلم اللي انت تمنيتيه، شريك حياتك راح يكون هذا الحلم اللي تمنيتيه. اوكي، شغله اداري مكاتب زي ما قلت لك. هنا شفتي كارت الشيطان ديابل، كارت الطاقه السلبيه حبيبتي. اذا تشوفي نفسك عندك شيء انا بقول لك انا ان شاء الله يعني بساعدكم، بأسوي لكم تخفيضات يا أصحاب المجموعة الأولى. أنت قولي لي أنا صاحبة المجموعة الأولى وإن شاء الله أنا بساعدك. هنا في لخبطة في حياتك، جميلة جدا البنت هذه. طيب اسمعيني حبيبتي، الحب جايك، طاقة رجل برج القوس أو رجل برج الأسد، طاقة نارية بكل صراحة، وكارت برج الحمل، وفي بروميس هنا راح يوعدك بالزواج والارتباط، راح يكون نقول إحنا إنسان كويس، كاريزما كاريزما، في بينكم استقرار. هو أنت طاقة مرأة برج الجدي، أنت تكون برجك ترابي الظاهر، كارت الإمبراطور، رح يكون إنسان صادق جدا. لكن شوفي حبيبتي، حصني نفسك وإلا العلاقة هذه تروح. إذا صاحبة هذه القراءة ما عالجت نفسها، أتوقع أنه هذا الشخص يعني يروح منك بصراحة. هذه فرصة ولا تضيعينها على نفسك، لأنه هنا كارت انتهاء العلاقة إذا فرضا ما تم تنظيف طاقتك أو تحسينك من هذا الشيء. الأبراج اللي مبينة عندي الآن، برج الميزان، برج القوس، برج الحمل، برج الأسد، برج الميزان مرة أخرى، وبرج الجدي إذا أنت طاقتك طبعا مرأة برج الجدي. وكل من لم يذكر برجه مو مشكلة، فهمتي؟ شوفي كارت ريفيوز هنا، شوفي شوفي إيش تقول لك القراءة. إذا ما علشتي نفسك حبيبتي يطلع لك كارت الشيطان، كارت انتهاء العلاقة، وكارت الرفض. إذا عالجتي نفسك شوفي هنا تدخلين في مراحل علاجية إن شاء الله، 100% منكم تدخلون في مراحل علاجية، فراح تحققين استقرار على صعيدك العاطفي إن شاء الله، وتكون هذه هي فتحة قسمة نصيبك إن شاء الله يا حبيبة القلب. أوكي، كارت الحب، كارت تنفيذ الوعود promises promise، وكارت فتح قسمة النصيب. الله يكتب لكم الخير إن شاء الله، والله يسعدكم وين ما تكونون. شكرا لكم حبايب القلب، لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. خلينا ناخذ القراءة الثانية الآن، قراءة الحجر الوردي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله. أصحاب المجموعة رقم 1 2 1 شكرا لكم، وأصحاب المجموعة رقم 2 هلا ومسهلا فيكم جميعا. لا تنسون إذا أول مرة تشاهد هذا الفيديو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان طبعا يوصلك كل جديد إن شاء الله. خلينا نشوف المجموعة رقم 2 للبينكي، للشمع البينكي، وش طالع عندكم اليوم، وش فيكم، مش حياتكم، مش ظروفكم، مش كل شيء كل شيء. أوكي، مواصفات، إيش عندكم، كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
وردة مفتحة البنت هذه، وردة مفتحة، وردة وجميلة وحلوة، بسم الله ما شاء الله عليك، جميلة جدا حبيبتي، جميلة جدا وعليك عيون كثيرة جدا. أوكي، ربي أنعم عليك بالكثير من النعم في حياتك، نعمة الجمال ونعمة الصحة ونعمة العقل ونعمة الثقل ونعمة البشاشة. بنت هذه جميلة جدا وروحها خفيفة مرة، وإنسانة من كثر ما هي كريمة 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 ما تعطي صارت الناس تستغلها وتستغل طيبتها. انتبهي يا أصحاب المجموعة رقم 2، ربي أعطاكي نعمة إنك إنسانة، شوفي لو يكون عندك ريال في جيبك وهذا آخر ريال بتعطينه وما تفكرين في بكرة ولا تفكرين في بعد ساعة إيش بيصير، بس تفكرين إنه هذا شيء لوجه الله. طيب ساعدت كثير لوجه الله، لقيتي شيء؟ صح إنه لوجه الله تعالى عندك ثواب من عند الله سبحانه وتعالى، بس المشكلة إنه حبيبتي الناس ما تشوف لك بجميلك. أوكي؟ يا من غدرتي من أصحاب، ويا من غدرتي من صاحبات، ويا من غدرتي من ناس ما رادوا لك الخير، وهذول الناس ترى بصراحة أنت عطيتي فيهم الثقة، وفي ناس يمكن أنه سببوا لك شيء أذية، الأذية كانت بصراحة بقطعة من ثيابك أو بخصلات من شعرك أو حاجة زي كذا، يعني في شيء أنت الآن قاعدة تعانين منه، تساقط شعر، شحوب وجه، كنتي بسم الله ما شاء الله زي الوردة، أنا من فتحت القراءة شفتك وعرفتك زي الوردة مفتحة. شوفي كيف فنجانك يتكلم الحالة، شوفي فنجانك يتكلم الحالة، أنت زي الوردة مفتحة، لكن قاعدة تحسين يا أما تخسرين وزن، يا أما تزيدين وزن، يا أما تساقط في الشعر، يا أما مشكلة في الشعر، عندك مشاكل تخص جمالك صراحة. عندك إنسانة كنت معتبرتيها أخت وصديقة، الإنسانة هذه بصراحة ما ردت لك الخير، وكانت تشوفك أحسن منها، وكانت تشوفك أجمل منها، وما بتكلم بالضرورة عن صديقة، يمكن يكون احتمالية واحدة من الناس أنت تعرفيهم. أوكي؟ هذه الإنسانة حبيبتي عطيتيها من عندك كل الخير، كل الخير، بس أنا شايفة هنا قاعدة تشوف أنك أحسن منها، قاعدة تشوف أنك أنت يمكن في عندك شيء، تتزوجين أبكر منها، تتزوجين قبلها، تتزوجين واحد غني عليها، بنت هذه حازتك وأنت ما تعرفي، أو كنت على نية رب العالمين، عشان كده أقول لك أنت وردة مفتحة ولساتك وردة مفتحة في عيني، لساتك وردة مفتحة وحلوة، لكن هنا المشكلة أنه سبحان الله يعني الحين كل اللي يشوفك ما يشوفك حلوة، أنا أتكلم عن الرجال يا عمري، كل اللي يشوفك ما هو قاعد يشوفك حلوة، قاعد يهرب، قاعد يقول ما أدري، كأنه في فترة من الفترات وإلى الآن قاعدة تعانين من قلة الثقة في نفسك، تحسي نفسك معلش أنا أمسك ما عاد عندي الثقة في نفسي، أنا كل اللي يتقدمني قاعد أحس أنه يعاملني برود، يعني معلش أنا ما نقصني شيء بس أحس نفسي أنه يعاملني كذا برود، يعاملني بطريقة أنه أنا يعني مو واو كذا، ما يحسسني بقيمتي. شوفي أنا هنا نتكلم عن نسب، نسب في بعض النسب هنا متعرضين لسحر تشويه الجمال، في بعض هنا متعرضين كذلك نسبة منكم إلى تعطيل حياتكم في الزواج وغلق قسمة نصيبكم، في البعض منكم هنا متعطل بسبب تركيز الناس على عين وحسد كذا مركزين على نعمكم. أوكي، في البعض منكم عندكم مشكلة في المعدة، عندكم مشكلة في القولون، عندكم مشكلة في الجهاز الهضمي بسبب أنكم كليتوا شيء، يعني متعرضين إلى مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب يمكن أكلين شيء لتعطيلك. أوكي، وصلتي كم مرة أنك تكون الموضوع سيريوس الصراحة مع شخص ما، مع كم شخص بعد، لكن تحسي أنه ما تم الموضوع، كل شوي كده قاعد تتأخر، كل شوي في البعض منكم هنا وصلتم على مشارف الثلاثينات والأربعينات. أوكي، أو في أواخر العشرينات وللحين ما تزوجتوا، بتحسي نصيبك معلق، تحسي كل شيء معلق، تحسي إنه الموضوع هذا كلها معلق. شوفوا حبايبي أبشركم إنه هنا إن شاء الله بإذن الله في مراحل استشفائية بسيطة، يعني تقريبا حصتين ثلاث حصص لو تطلعون من هذا الشيء، لو تطلعون من هذه نقول إحنا المحنة أو من هذه من هذا التعطيل الموجود عندكم، وبإذن الله أقل أقول لكم أقل شيء بين 2 و3 حصص ماكسيمم. أوكي، بين مينيمم 2 حصتين أو 3 حصص ماكسيمم تطلعين من هذا الشيء اللي
اللي مكبلكم، تحسهم تكبيلة كذا، أوكي؟ فالعلاجات موجودة إن شاء الله لمن يريد التواصل هنا، بسوي لكم خصم 50% للناس اللي تعاني من هذه المشاكل بإذن الله، لأنه أنا بصراحة حاسة فيكم أكثر من المجموعة الأولى. المجموعة الأولى أوكي أخف شوي، أنتم هنا متضررين بنسبة كبيرة جدا، فوق 60% ضرر نفسي وجمالي وصحي ونفسي وكل شيء. طيب حبيبتي، الآن ندخل في الرسميات، لأنه هنا بصراحة الفنجان هم اللي يعرفون، اللي يتواصلون معاي يعرفوني أنا كيف أقرأ. أنا أقرأ من الماضي للحاضر للمستقبل، فما أجي أدخل على طول في مواصفات شريك المستقبل بعدين ألاقي في تعطيل عندك، فشريك المستقبل هذا ما يجيكي إلا بفك التعطيلات اللي عندك. هنا حبيبتي تقدموا لك أشخاص كثيرة بكل أمانة وكل صراحة، لكن جايك شخص ثاني، شخص بسم الله ما شاء الله عوض 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 من رب العالمين، وبإذن الله إذا تسوين فتح قسمة نصيبك شخص هذا جايك ركض في غضون الشهر تلاقينه داق بابكم. الشخص هذا متوسط البنية، متوسط القامة، إنسان محترم جدا، يعني إنسان محترم جدا، يعني إنسان محترم جدا ويخاف الله. شوفوا حبايبي، زواج بصراحة هنا طالع لي إنه يمكن شوي بيكون تقليدي، أو بيكون يعني زواج من العائلة أو من المحيط أو حاجة زي كده، يعني ما تقدري صاحبة القراءة هذه إنك تتزوجي بغير جنسيتك. وإذا ما ناسبتك القراءة أو تحسي نفسك لا أنا ما أبغى أتزوج من جنسيتي، شوفي القراءة الأولى أوكي، لكن القراءة هذه طالعة إنه تاخذين من محيطك، من مجتمعك، من بلدك، اوكي؟ ما راح يكون فارق كثير، حتى لو هذا الشخص ابن بلدك يمكن يكون مثلا في يقيم في دولة أخرى أو يقيم في دولة أوروبية أو دولة في ما أعرف، بس يمكن يكون كذا، لكن إنه راح يكون عن طريق واسطة امرأة، هذه اللي طالع عندي. متوسط القامة، متوسط البنية، نحيف و قوام رياضي، اوكي؟ مش راح يكون مثلا يعني قوام رياضي، ما له ابو كرش ولا شيء، لا مو مكرش يعني، لا ولا سمين، هو قوامه رياضي ومحترم ويعرف يلبس وذوق وشيك وكل حاجه. سبحان الله من اول ما تشوفينه مش راح تتوقعي انه راح يكون نفس محيطك، مختلف عنه بشكل كبير، مختلف، عنده مونتاليتي ثانيه، عنده عقليه ثانيه، انسان متحرر شوي، مو من النوع المتشدد، انسان كويس محترم. بصراحه هو هذا الشخص ليش يحاول انه، رغم انه اوبن مايندد، بس ليش يحاول انه يطلع يتواصل عن طريق زواجات تقليدية؟ لأنه فشل في الحب، أوكي؟ فشل كم مرة في الحب على أساس أنه بيتزوج وكل حاجة بس ما تم النصيب. فحبيبتي اسمعيني جيدا، هنا بإذن الله في عندك عوض، وهذا الشخص كويس جدا، أمها كويسة، عائلتها كويسة، يعني ظروفها المادية جيدة، أنا ماني شايفة أنه بتعبك ماديا ولا شيء، ويوم يزودك ما ينقصك إن شاء الله. الشخص هذا اللي طلع لي أنه محب للسفر، محب للتجول، محب للاكتشافات، يعني إن شاء الله راح سبحان الله، يعني الشخص هذا جايك منفس، بيرجع لك قوتك وثقتك بنفسك. بنات كثيرة هنا داخل القراءة هذه وبصراحة تعبانة منهكة، فاقدة على قولتنا، فاقدة شو اسمه ثقة في نفسها، فاقدة المجتمع، أفقد ثقة في نفسها، محيطها أفقد ثقة بنفسها. جايك شخص هذا من نفس محيطك لكن يمد يده لك، يمد يده لك، تحطين يدك في يده، بتكون علاقة بإذن الله، بتكون علاقة حب، تتوج بالزواج بداية من شهر 5. في تطورات كثيرة في حياتك العاطفية بالمجمل، وعندك تطورات كثيرة بداية من شهر فبراير على الصعيد العام العملي المادي، لكن على الصعيد العاطفي بداية من شهر 5 لو نشوفك داخلة في مراحل تجهيزات زواج، تجهيزات خطوبة، تجهيزات ملكة، عقد قران زي كذا. الإنسان هذا شوفي شغله حبيبتي بيكون شغله كويس، يشتغل في أمور تجارة أو يشتغل في أمور تنقلات. أنا أصلاً قلت لك محب للسفر وبتسافرين معاه كثير، وكذلك حتى شغله فيه سفريات كثيرة، بيسافر كثير، ما يقعد في 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 محافظة واحدة، لا ينتقل، وشغله كذا بزنس، انتقالات، شغله كذا، أوكي؟ شغله كثير بالسيارة، تمام؟ الإنسان هذا
رح يدلعك، قسم بالله رح يدلعك دلع ولا 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 في آخر أصلا. إيش معناتها؟ يعني إنه هذا الشخص كريم، معطاء، محب للحياة، محب للسفر، لا يريد النكد، لا يريد أي شيء. أقول لك جايك جبر خاطر، يعني جبر خاطر، ما فيها كلام بعد هالكلام. أوكي، وردة ناشفة، شوفي أنتي وردة جميلة بس منسية، ما جاء أحد سقاكي. جايك هذا الشخص بيهتم فيك، بيرعاك، بيحميك، بيصونك، بيكون لك سند، فتتفتح الوردة اللي كانت فيكي، بتطلع الروح الحلوة اللي كانت فيكي. معلش مجتمعك أو نفسيتك أو كل اللي محيطين حواليك أو الطاقة السلبية اللي مزروعة عندك، هذه سببت لك في الوحدة، الانطوائية، الزعل، العبوس، وجهك تعبان، هذا كله ليش يا عمري؟ بسبب الطاقة السلبية اللي موجودة عندك، تمام؟ لكن حبيبتي أنا بأبشرك إنه الشخص هذا، إنه ربي عالم وحده قد إيش أنتي تعبتي، قد إيش المجتمع ما رحمك، قد إيش أنتي لما تأخرتي في الزواج الناس أكلتك أكل وتسأل وتتكلم وليش اتأخرت وليش وليش وليش. معلش هذا نصيب، وحتى إذا ابتليتي بالأسحار أو ابتليتي ببعض الأشياء فكذلك هذا نصيب، هذا مقدر لك إنك تبتلين بهذا الشيء، ولكن إنك تسعين وإنك تتعالجين كذلك هذا نصيب، إنك تغيري من واقعك. أوكي، صح إنه نرضى بالوقائع، لكن نحن نسعى عشان نغير نفسنا للأفضل. فأنا أحبك إنك تكونين ذكية، أحبك إنك تكوني نشطة وتحبين الحياة وترجعي ثقتك بنفسك. الشخص هذا ترى بسم الله ما شاء الله جايك سند وجايك عوض وجايك جبر خاطر، ما تعرفي منه آخرة، سبحان الله. خلينا نشوف إيش البرج اللي بيكون عنده، إيش برجه بيكون. أوكي، برج الجوزاء. شوفي جايك زي الحلم بصراحة، كأنه شيء مو يعني مش رح تصدقي. برج الجوزاء، برج العذراء، اوكي، برج العقرب، برج العذراء مرة أخرى، اوكي، برج هوائي، لا برج الهوائية طاغية هنا، برج القوس بعد موجود، برج الناري، برج الحوت، برج الدلو، هذا الأبراج اللي طالع عندي بكل صراحة. برج الحمل، أوكي، يعني برج الدلو، الجوزاء، العذراء، الحمل، الميزان، هنا برج القوس، الأسد موجود كذلك. طيب شوفي حبيبتي بإذن الله، برج الحوت بعد، آسفة، برج الحوت موجود عندي وبرج الدلو. شوفي استقرار موجود راح يكون في حياتك، الحزن اللي عندك لا تخيستيس، يعني الحزن اللي عندك الآن كله بيروح بإذن الله لما يدخل هذا الشخص لحياتك ولما يبغى الاستقرار. أنت الآن تحسي موضوع الزواج بعيد كل البعد عليك، تحسي إنه أنا أمسك، معلش أحس الموضوع الزواج بعيد، أنا ما أقدر إنه أتخيل نفسي الآن اتزوجت، أحس نفسي أحلم، أحس نفسي مدري إيش. لا يا عمري، ما في شيء بعيد عند الله، كل شيء كل شيء كل شيء معك، في عدالة، في ناس هذول اللي ظلموك أو الناس اللي اعتدوا عليك أو الناس اللي تكلموا عليك أو أكلوا في عرضك وشرفك، هذول الناس بإذن الله ترجع عليهم الكارما، في عدالة وفي كارما عندك. وشوفي في ناس كثيرة يجوني أمسك، معلش أنا البنت اللي سوت لي السحر أبغاك إنك تضريها، معلش إحنا ما نضر، إحنا ننفعك، إحنا ننفعك، إحنا نعالجك، والضرر يكفي إنها بسحرها لك أو بتعطيلها لك، فإنها خسرت الآخرة وما فيها، خسرت الجنة وما فيها، وخسرت الدنيا وما فيها. أوكي، ما تعرفي توصل الإنسانة هذه، خاصة الناس اللي يسوون السحر، توصل للموت تتمناها وما تلقاها، ليش؟ لأنه ربي يعذبها في الدنيا قبل الآخرة، فيا رب تاخذ حق الإنسانة، لأنك أنت مظلومة الآن، ربي إن شاء الله ياخذ حقك وينصرك على أعدائك، والله يكتب لك الخير إن شاء الله، وإن شاء الله السعادة جايتك، سفريات كثيرة، هذا هو الشخص اللي جايك بالعربة، هذا كارت العربة، كارت الاستقرار، كارت السعادة إن شاء الله، وكارت الحياة، وكارت الحب، الله يكتب لك الخير يا حبيبة القلب إن شاء الله، والله يسعدك وين ما تكونين. كانت هذه هي القراءة رقم 2، شكرا لكم على حسن الاستماع وإكمال القراءة. طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس إذا أول مرة تشاهد هذا الفيديو،
تمام، والناس اللي تشترك في القناة شكرا لكم للدعم، شكرا لكم للكلام الحلو وللتعليق الجميلة، الله يكتب لكم الخير إن شاء الله، وشكرا لكم، إلى اللقاء.